افتتح اليوم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مركز توافق، الذي يعد أول مركز يختص بالنزاعات العمالية بدءا من تسلم الطلبات وانتهاء بتقديم الاستشارات فيما يتعلق بإنهاء خلافات العمل، حيث يشمل المركز على أكثر من 40 باحثا قانونيا لبحث القضايا العمالية في خصوصية تامة. ويقدم المركز 6 خدمات تبدأ بتسلم طلبات المنازعات والشكاوي العمالية، ثم بحثها ورفع التوصيات بشأنها واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل. احنا اليوم جدا سعيدين بافتتاح أول مركز توافق. هذا المركز يهدف إلى بحث الشكاوي العمالية ويقدم خدمات بالمجان للباحث للعمال، ويهدف أيضا إلى تسريع مسألة التغاضي والبت في الشكاوي. اليوم نحن فتحنا هذا المركز في دبي، وإن شاء الله في المستقبل بنفتح 10 مراكز أيضا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا اليوم نحن من خلال المراكز هذه إن شاء الله بنخلق فرص عمل أيضا للمواطنين، وهذا طبعا يأتي في إطار إسعاد المتعاملين. أولا نشكر وزارة الموارد البشرية والتوطين على افتتاح هذا المركز الذي يخدم الفئة العمالية. طبعا هاي الفئة العمالية طبعا هي ممكن هذا نعتبر أولا هذا أول مركز على مستوى الإمارات، وطبعا نحن كمحاكم دبي يعني محددين له مكان يعني في هالمركز، بنقدم طبعا الخدمات القضائية اللي طبعا تقدمها المحكمة العمالية، وتعتبر يعني هاي نقلة نوعية طبعا في الخدمات النزاعات العمالية. يأتي افتتاح المركز واختصاصه بقضايا العمال بما ينسجم مع سياسات الوزارة في إطار إدارتها لسوق العمل، وبالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين من حيث الحصول على خدمات متميزة ومتوافقة مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. مركز توافق هو مركز متكامل وشامل يهدف في المقام الأول إلى فض النزاعات العمالية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المحلية. رشا رمضان لقناة الظفرة دبي.